مناطق عصر الظهور وفتن آخر الزمان. العراق، اليمن، أذربيجان ومناطق أخرى ليست مجرد رقعات جغرافية في الكرة الأرضية، إنما هي مجموعة مناطق ذات ارتباط مباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاه. العراق. ستكون العراق مستقر حكم دولة الإمام المهدي بعد ظهوره، وفيها سيتجمع أنصاره. خراسان. كانت خراسان زمن صدور النصوص عن الأئمة الأطهار، تشمل إضافة إلى مقاطعة خراسان الإيرانية الحالية جزءاً من أفغانستان وتركمانستان وأوزباكستان، وهي منطقة خروج الخراساني، إحدى الشخصيات الممهدة لظهور الإمام المهدي. سيخرج اليماني الموعود الذي عدت حركته من العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي، والذي تضمنت أحاديث الأئمة عنه شهادات عالية بحقه. قال الإمام الباقر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. أذربيجان. كانت أذربيجان زمن صدور النصوص الشريفة عن الأئمة عليهم السلام، تضم جمهورية أذربيجان الحالية ومحافظة أذربيجان في شمال إيران. تحدث المعصوم عليه السلام عن وقوع حدث عظيم في أذربيجان قبل ظهور الإمام المهدي بقليل، عبر عنه بالنار. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليهما السلام: لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. الأخبار الصادرة عن المعصوم عليه السلام في أحوال تلك المناطق كثيرة، يظهر منها أنها ستشهد أحداثا كثيرة في الفترة المقاربة للظهور الشريف، عبر عن بعضها بالفتن. تحدث أهل البيت عليهم السلام في أحاديثهم الشريفة عن نوعية تلك الفتن، وبينوا في المقابل الطرق التي يمكن للفرد الموالي من خلالها أن ينجو بنفسه ودينه منها. أما عن طريقة تجنب هذه الفتن فيكون بالترقب والانتظار والتمسك بالمرجعية والالتفاف حول العلماء الربانيين وتكرار الدعاء المعروف بدعاء الغريق. قال الإمام الصادق عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.